لازم توصلوا للدراسة بطريقة طبيعية، تحافظوا على نفوسكم، في نفس الوقت ما تخليوش هذا من ناحية المعنوية يتغلب عليكم. الجزائر أخذت قرار أنها إذا كان هذا التلقيح موجود سيكون تغطية شاملة وكاملة لكل مواطنين ومواطنات. تواجدي هنا هو دليل على أننا نتصل ونواصل العمل مع التلاميذ من أجل توفر كل الشروط لإعطائهم دراسة ومحتوى علمي دقيق بيداغوجي، طبعا بفضل الأساتذة، بفضل الإدارة المنظومة التربوية ككل، والحياة تستمر. فجانب الوقاية الصحية تكلمنا معهم ولاحظت بأن هناك احترام ونظام قامت به وزارة التربية.